إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوحو كبل أمي كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشدة لبب قولي أفري كنتم. أولا الاستيعاب والمناقشة وفهم لفهمه معنه هي الضوض مثلا وحلقة الضوض وحلسك ويديو تدريب واحد وليلسك الكوبات أجب كالشواب بوضع علامة صواب هذه هو كقرية علامة الصحراء يا الشواب تبحين أسا الشواب توانا علامة الصحراء أسارته أو خطأ مع علامة خلط كأسار وحا حلقة لكقرية واحد كان أهل القرية تدكي مقالة دقنا وحا أهايين يجتمعون قاري سويمة أو شر سويمة ده كل يوم مالين والبا لحل مشكلات مسائي أفر فران ويوحى ليان رباتوين كهيستوحونا وقبتان وخلط ومالين تجمع ذو بيسمين بعد الجمعة. اثنين، كثرة الشكاوى عبشوين كيبا بطي عندما سكن مركو سودقي في القرية مقالدي رجلن مركو سودقي أي عبشادو بطي ننكا سو غريب نن آن ديغان كأهين وكسو قوري ميال كالي مركو يمد تاسوا صحوات بان نكا لوغا عوضي. ثلاثة، سرق الرجل نكا سوحو حضي الغريب نكا مقالة كعصباء ايان مركو هوري ديغان ككمد هين اموال اهل القرية تدكي مقالة ديغانا وسودقي حولهو ديبو حضي تاسوا قلد وحبكا موحدين. اربعة، اغرد الرجل وحو اماهي ننكي الغريب اي كعصباء مقالة جاره ننكا جار كيسا مبلغا حدي يعني قياس حد من المال حول إن حول يعني وإن هل كانوا كنا إن حول أي أماهي تاسنا وقلضوا حرموا أماهن هو يديستو موسين. خمسة، لم يزور مصابوغا الرجل ننك الغريب محوها مقالة كعصبة جاره ننك جار كيسها صومو بوغا وموسو يقين عندما كان مريض مركو هامد بك جار كيسو حنوستي تاسوا صحة أموتين. ستة، كان الرجل وحوها ننك الغريب ام قالوا كو عصبا يعدي و خو سين جيري جيران و ددك اغدغن اي جار كلا امين دعامي عنتيس و خبو كسين جيري تاسنا وا قالوا و خبو كمو سين جيرين. سبعة، بنا الرجل الغريب و خو دسي نينكا مغالدا كو عصبا بيتن غوري اعلى كسريه او كدهر من بيت جاري غوري جار كيسا تاس وا صحو و خو دغي غوري دسي كدهر. ثمانية، كان الرجل الغريب وهو هانين كان ميشا كعوس بالله يعرف ميد انا قون عادات اهل القريه تلك مقاله دقن دقمد اي ليهين مو اقون تاسنا وا كو صحه او waxay ahayd dhaqan ku cusub oo ahaayo oo la qabsin kar waayay. تسعة، اعترف الرجل هو اقو قرتي وانو اقون صدي نينكي الغريب مقاله كو عصبه باخداه قلالات كيس هو قرتي ها مركان هو قرتي يعني انه قلدمي وا كي قرتي. عشرة، رحل الرجل نينكي هو كغوري الغريب wuxuu u guuray ninkii magaalada ku cusbaa ila qaryatan oo qaraa magaalo kale ayuu degay. Tadriib tani layliska labaad ajib can asilati taaliyati ka jawaab su'aalaha soo socda waqti saaliisa kooban. Waxaa limaada kan ahlul qaryati maxay ahaayeen maxay u ahaayeen dadka yacni magaalada degan ee istamicuuna qaar isii maada bacda salaata aljumuca markay salaada jumcada laga baxo يعني لحل مشكلاتهم ساي خلافات كودا امو وحيابها دباتها اي لسو درسي عدي عدك عبان ايسا لو حليو او قر لو قادو ننك اللو بحي قاد الجيران او قر نقو او دباتين كلو حليو قبن شرين. تمان، اتنين، متى قلت الشكاوى قورم يراتي يعني عبشوينك في القرية مقالة دا حليدا مددير كدي مركز دادك اقوان صدين انو قفو اللي بحق ليسا انكو اكادو حقا لقول لي هنا ويسك بحيو حقي سنة وكوئة كاضو أنو خطة لابين. ثلاثة، كيف استقبال أهل القرية الرجل سيدي كو قابلين ذاتكي يعني مدالة دقنا ننكي
محوها كو قريب كأها لماذا محيسا وقابلين وحي كو قابلين يعني كعضون يعبشو أي كو كعان أي كوري مادان دقن كيسي ننكن وحوها نين عن دقن كمقالة لا أقولوك عصبوها ووحيابو إسو أنو قلدو أركين أي يقو قلدو أركان دفك ودك الدقنين لماذا طلبوا محيوعة المحاكمة المحكمة الله صارو يعني عبشو ينكي عباني درتي دوحا ينكي كعصد يعني محاكمة باللقية خمسة هل حكم القاضي ميو حكم قرصوره على رجل غريب نكي مقالده كل عصبة قبل الاستماع إليه سوون دقيسين هذا الكيسة مايا لماذا محو دقيسين واي محو دقيسين واي محو حكم واي سوو عن دقيسين يعني وحو الوال لابد إن عدة عبانيسة لبضة دنبلة دقيستو وابانا سيتها أرنتو أسر كيدو مركو هوري ستة ما تهمو محايا هايان تهم مدى أرنماها لقو تهمي التي وجهها أوسو تشيدي المشتكي الأول يعني نينك عبانا إيكو بعد ضد الرجل الغريب نينك محو يعني أرنماها وكذسو هور تشيدي عبشا يسو محايا هايان وعقام إلها إنو كعوسين كيش لقا لقا مدينة وانتو سوحونو إياجيس كاكتا قاقو يساقلي وعقام إلها inu xamustay oo aanu soo booqan waxa kamid ah inankiisu inuu guuleystay oo aanu farxadii la wadaagin waxa kamid ah in aabihii dhintay oo aanu kala soo qayb gelin arrimahaas oo kala ku gacabanay kayfa dafa'a ar-rajul al-ghareeb 'an nafsi ninkii hadaba qareebka maxuu ku difaacay wuxuu ninkan xoolo u leeyahay kamaan qaadan waxa gacanta gacan u maan geysan waxba kuma dhufan gurigiisa idan aan maan soo gelin yasuud iga cabanayaan garan lahayn isna yiri markaa waxaanu geystaba garan maayay bima hakama al-qaadi maxuu ku xukumay garso يعني قرصوري محوك حكومي وعلى يعني حق الشيرانكو وكبدين يهينا نبدق اللي سقرا وانا وانا قدرته محسن نقول ميسد هذا وانا قدر يمقول ما التهم التي وجهها الشيخ للرجل الغريب ما هي هاي أرمي وكتب من سنة ما رتي عبشرها يوتي دي أضيجي نينك غريب كا وعلى نينكني دواتي بضم بقهايا wuxuu iga xaray cadaadii wuxuu iga xaray hawadii wuxuu ugu kiciyay arurteeda dadkaygi wuxuu xasuusiyay faqrigayga iyo baahdii wuxuu ugu celiyay ugu galiyay nolosha cadiiri oo dhibaatooyinka yacni ayuu ka sheegtay oo aqalkan uu dheereeyay waxaan ugu cunay ugu karsaday ugu shiisha waxan udgoon oo maartay macaan waxaan igama siiyo waxaasi cabashiisadan u badnay tadriib taariis leeyahay si saddexaad maril qaayil kuma yiri هذا لازم صوص وعيدة روايو. تذكرنا صومرنا كراسي سيل سكوحريري حريق سكوحد بين العبارة هذا كان ماشى كقرن يو قايلها قف كيلو كون هراء أو إيه كذا. ألك العبارة هذا الكي هو حوي طبنكا إري أما طبنكا تملو أن نحن تملو إنك أما هذا لازم عبارة إنك طبنكا عبارة إنك طبنكا. هل كان هو حوي وأفر قف القاضي المشتكي الشيخ الرجل الغريب سيوكري هذا نو كراسي. واحد طلبت منه وحن كعطس أن يقرضني مبلغا إنه يسيق قياس أما حدي من المال حور إن حورا إنه يا ما هيو أن يقرضني إنه يا ما هيو مبلغا من المال إن حورا فرفضه ديري إري يا يري المشتكي نينك عملي الأول ويان أو شيخ أنا هو مشتكي ولكن الشيخ بالوقت الأوضيقة سأنا يسوق الدنيا يعني اثنين إني لا أذكر شيئا أنا ما حصوصته wax kamida mimma qalo hada rajul ninkaas wuxuu ku hadlay wax kamida xasuusanahay ma jiraa anigu taayaa yiri arrajul gariib ninka la asiteeni bay ruuxan ninka igu eedeenayo waxaan ka xasuusanahay oo aan sameeyay ma jirto talaata la'alla dalika arrajul qatl al-abriya waxa laga yaabaa ninkani inuu laayay dad aan dambi lahayn kelmada ayaa yiri al-qadi ninka garsooraha ayaa markuu arkay sa ninkan loo haysto iyo inta isdaba taagan iyo cabashooyinka badnidooda oo ninkan waxa suuragal ah dad aan dambi lahayn uu laayay أربعة لم أضربه ما انقرعين ولم أدخل بيته وقري سلم قرين بغير إذن يسقون أبقلانين يعني حولوا لي هنا ما انقاضا وياك ضوضا كضوضي رجل الغريب من غريب كأبايري أروحا أن دانين كان وحيد باتل ورنجري وما انقيسا وقعان تريد ما يقعد هدى على ما أفلقادو ما قيسا قري سيدان الآن ما قرين حولوا لي هنا ما عنين لأن ما حامارت يعني وحنا عنو قيسا محو يحي أريد يسقون مركاين خمسة من مالك الشمس عبادة ياله والهواء هو دنا ياله عبادة ياله هو دنا ياله يا كلمة دايري الشيخ وده قايلي وقادي قوي ده يا هو دنا هو ده إلهي بار عبادة ياله الله بدي إلهي لها بيقول عري ويدي دبولي مركز سوق
سبعة لقد نغس وحمي علي أنا حياتي نلش يبوي حمي بقى نلش يدبو حمي وعكري ثاني يعني أضيقة لفتيسة ثاني ويعني وح نقضي بقول لي هاي تلي حاضر نكبدني نعم إني أستغفر الله مما فعلته ها أوان قال دمي إلهي أنا واحد دم بدأ فوق يديس كوي يديس وح أنا سمي ثاني يعني الرجل الغريب إنك رجل إنك بأمرك لي وحني ميا مارت وح ميهين أيوة ها ودبنا إلهي بنت بدأ فوق يديس ثانية ووح أضيق عبشة أضيق أيو تاكي كتواب سبعة ثمانية إنه يوديني إنك نمو الدباء ويشعرني وح يدرينسية ويحسوسية يدرينسينية بفقري باهيلي وح احتياجي وحلا أنتي بفقري فرمرنانتي وحلا أنتي وح احتياجي باهيلي ثانية الشيخ ثان أضيق أقوى أضيق تسعة أيها القاضي المحترم يعني قرصوري هو حرمة له إلا حرمة إلا قيمة إن هذا الجار إنك جارك هاي لا يعرف لي إيماء قونسنا إيمانا يقارن حقا حقا أن لا هاي إيماء قونسنا أيوري أغتا يايري تانا وحيري إنك أشكتوني أيايري ee hore ee mushtiki ahaa ayaa ila xaqayga ma aqoonsana ninka hore ayay ee tacwada bilaabay ayaa ila ar mushtiki ka inuu qoran baa ila xaq aan leeyahay ninkani ma aqoonsana ay ku dacwooday xaqayga ma aqoonsan ninka sayd waxa ku xiga ka tobnaad in la jiiraanka calayka xuquuqan qasirta jaarka xuquuq badan bay ku leeyin taan ayaa ila gasoora tadrib raabi هذا هو حوالي ليلة كأفراد أكمل الفراغة لما يستر ما يشبنان بالكلمة واحد كل ما يستر تحل إري أول عبارة أما هذا المناسبة تكوها بون أو يعني أما هذا الكلمة كبضم من غنية أما هل إري من غنية واحد طلب أهل القرية وحا أي كعود صدين دتي مقالة دقنا عقد محاكمة إن لا فريستو كر إن لا فريستي محكمة إن لا فريستو أي كعصدين محوها أي عصدين أو للرجل الغريب يعني نكي إن لوقف تغريب كأها محكمة اللي صار طلب الجار وكو عصدين نكي جار كها من الغريب نكي مقال لكو عصب أن يعينه إنه كعاوي على يعني كيس قمح إنه لقاضه أيوه يجيسي طلب منه وكلو ويجيسي أن يغرضه إنه أماهيه المال حوله فرفض وديدي هو ما هو أربعة مريض الجار أسبوعا وحاوين بكوذي ننك جارك ويك بوبكي فلم يزره صومو بوغا ننك غريب كاه خمسة نجح ابن الجاري وحاكو ليستي وحبرشيدي مثل كو ليستي إننك محوها أولا ننك جارك فلم يشاركه كلمو قيب قلين في الفرحة يعني سرورك كلامه قريب قليل نكن كلا إين قريب كاها كلامه قريب قاضن هيا بها سو كلا أيا لقوا بحنا وحقوا تعالى هل كان صامرنا اتهام الناس بالباطل ما توفي والد الجار واحد انتقف كشار كا والد كيسي فلم يدرق بابه ليعزيه لتعزيته مثلا واحد انتي نينك جارك ابي الباب كمو غرعن ومو سو غلس و تعزيدين اتهام الناس بالباطل يوجب غضب الله اتهام الناس ددك او لو تومو بالباطل وح ان جرين يوجب وح واجب انت سا قرن غضب الله وانا كره مركا هذا على اله بواجبيا ثمانيه الذي لا يساعد جيرانه لا يعد محسن لا يعد محسنا خوفك ان جاركيس مثلا اس ان مارتي عاون ee aan taageero lagu ma oran karo waa samafal buusameey marka man alladi laa yusaadu jiraa hubay noo qoran laa yuadu muhsinan min samafal lagu tirin maayo yashuru ar-rajulu ninku wuxuu dareensiyaa waa xasuusiyaa yaani ar-rajul gariib ninka gariib wuxuu xasuusiyaa asheekh odaga bi faqrihi wa ihtiyaajihi wa hala antisa ya baahida haysa oo marku yaani sidii wax ku walcinayo kale tuso waxyaabo ama oo ka uriyo siniinta baxaysa ayu dareemayaa inaan waxan qabsan karin soo yeesin karin
دبنا نوح دريمة يا مارتي باهديسي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالجيران رسول كوح أطر طار من شارك ثانية المفردات إما كان واحد نسوق قالنا أريو يو التعبيراته عرس وحياه عرسة تدريب واحد ليلز كوبا ضع على فعلة واحد تافعل هذا في الأماكن المناسبة ميلها يكوها بوي هينك فعل هذا كان كقرن ميلها بنانة بدلوا ميشو كمناسب هذيك ضع على فعلة فعل هذا حديثها في الأماكن المناسبة ميلها كوها بونك حرض ويقدر ويان وفى وقدر ما يستري شكا وكعود يستحي وكحش يوسي وطر دمان نغس نغس وكحمي يعني وراح لا يستحي من الحق حق كم حشوه هذا سال قلني يا حبذا هذا كنوع هوي حرض عليه نغس عليه حياته نغس بعض الناس وقاسا نغس وحكمي عليه سجى حياته نورشيز هذا كنا عليه زوجته صومها وحوية تانية حرض عليه زوجته وحقدري حاسيسي تنوع هوي يوسي الرسول بدعة الوالدين رسول كوف دردار ما إن والدك الله أقبله بحق الجار كاسنوي وفاء ما يستر بحق الجار شارك حق يسيبه دمي شكاوح وعوض إلى القاضي الصوري يسان لورني تدريب تاني ليلس كلابات الكلمات التالية أريد أن صعد مشتقة وحلقة صوى قاضي من مادة حرض قرض قرض يعني أما هذا أبا لقى صوى قاضي ضعها واحد اكتاب في الأماكن المناسبة ما لها يكون بونت هيجل وأغرضه أما هي مقترضه أما هذا اقترضه أما قات وفعل أغرض قرضا أما هي قروضا أما هو وجمع مركز حضرنا سهلك أهري سيا منح وحسيا البنك الإسلامي بنك الإسلامك قروضا أما هو سيا لعجاء أماها للدول الأعضاء دولتها كثر سن يعني أورك يعني إسلامك كشري دولتها إسلامك دولتها كميتك بنك إسلامي جاهي وح أماها سياد للدول الأعضاء دولتها حبناها كا يعني منظمته معها منظمة دولتها إسلامك كوي كشري كوا كثر سن أما هو سيا أو قروض ما تسوق هذا نسا أعاد هلكا وسعلي المقترض منك أما هذا قاطي المال حوله أما هذا لساحب منك لا بك سعلي هذا المقترض لا سوق هذا نسا هلكنا الجار مالا من جاره تنو حرام يسا أغرض وأما هي أغرض الجار منك جار كها مالا ما اقترض ويتاس اقترض وهي اقترض وحو كاما هذي الجار منك جار كها من مالا حوله كاما هذي من جاره جار كيسا كلو كاما هذي تنوح ويا أغرض وح أماهي أحمد أحمد بأ أماهي جاره نكى لشارك ألف دينار بأ أماهي هذا كنوح ويا قال الله تعالى وأغرض الله قرضا حسنا تصوّد ما يصير يعني إله واحد أماهي سنة ما هو ناقصنه وح ناقصن يعني لبح وسط قديس تبي إلهي تذيب ثالث لا يصير صدحات هاتي جمع الكلمات لك علي رياضا كم عودة التالية صوصعتها من الناس الناس كسوقات واستعملها هو ديكسو في جمل الجملوين من إنشائك أضوء أضع رسو شكوى أباك بالعبشو شكاوى يلغو تمعيا بريئون قف أن تبلهين أبرياء بلغو تمعيا شأن وأرهن شؤون بلغو تمعيا أرهمو حق وحق في الليها أما عدل حقوق بلغو تمعيا مصيبة ودبات مصائب بلغو تمعيا جار وحوي وشارو تشيران بلغو تمعيا رائحة وأرطة وروائح بلغو تمعيا دمع والمد دموع بالغو جمعيا تبعنا جمع وقواسه وحال قدرتا أدوك واحد قدرتا جملة قدر الواحد الثانية عشرة وغيبت الله بيه طبنات الخلافات الزوجية وحوية وخلافاتك حق حاسك يقويسك لحمرة ما قبل القراءة انتان أخرسك لقارين الموضوع أرنكا أتالي صوص عوضة كهل لي خلافك يعني لحمرة حاسك أما قويسك دحمرة دحدودة أخذ وحلق سوى قاضي ولق سوى ديكتي من مجلة الأسرة تريدتك هذا شق قويسك للا مجلة الأسرة من قراءتك مركز أخذ للعنوان هل كدك مركز أخذ أوه رأي ما الموضوع عطوى محي أرمها التي أرمها تتوقع أدفليسو أن تتناولها إني سوى قاضي طوي كهدشو يقضى بضع إني كهدشو أدفليسا محيهن هذه المجلة مجلتني مركز العنوان كأقتضى بذلك هذا الدونتا إن المحيين آيات فريستاد أم لينس تتوقع أتكسو جيسويا إن كوا أتكسو جيسو آيات فريستاد إن هذا الدونان وامحي
سوق هذا النوم اثنين ما نوع المشكلات محيه نوع أما محيه أجهه سديه دباتوين كا ونوع عدوى محيه التي تحدث بين الزوجين لا وضع إسقاب دباتوين كا أنت بدنا نحمر نوع عدوى سديه ثلاثة ماذا يجب محيه واجب أن يفعل إن السميان الزوجان لا وضع إسقاب إذا كان بينهما هذا الحدود يالو خلاف إسأفكروا يمرن يمارته هذا وحسكوا هيان محيه إن السميان واجب تاي وكان أحد أبنائهما وعرضت على من متكم يدري موجودا وتشوجو يجوا خلاف تحت شوجا المهود اللي تحت شوجا وحلاج هذا يشروا حوالنا سن مال أبد كود تشوجان أي تشوجان بين أنا كوال خطر أيق أدوب بين سن بالله هدي إن لهلا هدي سال هلا كريو وأنا أقول قط بقى خلاف كود تسي عرض أي أدوب في عم بالله واي ما في عنا بالله ين عرضه مغلان خلاف والدك الحياة أربعة إذا كانت إذا رأى الأطفال عروته هذي أركان أحد الأبوين لبضع أبو أما أبيه يدا ميت كم يدا يرجو قل له حنا إلى العنف حق أضيق يوشدة تقلف في سنة أنت ماذا يكون موقفه منه فوق ضان كي كقاضي هو محي وين عيان بيليه عراض عراض قلبك يا قلبك وده جريسة كارد باتلا والله وأنا نعيان خمسة هل هناك حياة زوجية مجرت هل كأدوية نظل قيس نور الله حري ده حاجة كويسة، أما يعني ده إسقابي غير، مهما كانت سعيدة إنك استوي نور وأنا أكسنت هاي، أضد الشعل أصفي عن النور، أراحنا كنا الشعل كنا الأيهين دون خلافات أو مرن رحمرين أو إسقابي متشلا، تد يعني أنا إسقابي ميتشلا أسر كل خلافات رحمرين، قال غي يا بينا لواين ده ضد خلاف كود أذو يري هاي، أوه ولا أرد خلاف أنت بدوي مادة لكن ولكن خلاف بدنيه هموني تذكر قارن خلاف كودا يبقى قارن خلاف كودا بدنين لكن قارن خلاف بلاهين أدبو يرين أدي شرا ستة ما أفضل أسلوب وما حبك وجوه ناكسن في رأيك أذكر أركتي هذا لحل المشكلات الزوجية لو جو حلين كرا أما لو جو مارين كرو لو جو دوين كرو خلافك قويس كصور أحمرة مركا الخلافات الزوجية أنت أسوأ أنت هنا الموضوع عقلين بهاي الخلافات الزوجية يبقى حوين خلافك إس أفكارن وان إس كهرماتك مورن كتح مرة كتح دعا حق حاسك واحد أمن الأسرة النبت قلية دقويس كنو نبات كنو راضو واستقرارها دقنان تيدي حس اللي نديد وسلامتها إني بدبادو وأنا بربر كدعين واحد كمتا من الأمور أرمها المهمة مدنانة له المهمة مدنانة يقيمها له لسعادة أفرادها إن يكون ولا راحة يفرح تذكر كل حنوف قويس كم كل حنوف أفراد وامحي وأبه يهو يدي عروض هي مارته إذا عد لنا الأو يأييو فهي يدو أخذ قويسكم وعلى أمل ورجدة على أكبر وقوين لقى قوام حي في إمداد الأمة إن أمدة كوسو خرسة أمدة إدتك يا شعبك بالفرد إن قفه صادرته المؤمن إله رميسن الصالح أو ناكسن هل كيا إدتك أك إدتك وضاق ضاق كوش أبا هذا صعدة أمارته ده أنت أديه ولا قب حياة ولا سوق ليه لا جو أبا هذا فيها كوسو شو الضح توه هذا ولا قال هين ده هو قريا وين روافي توه حلال لاجين يشيلان كوسو شو بيها برا تسوق هذا حنك كين حنك كين توه مركز صوت توه كوكولا ينقضى أما وبيجو قرقلا وبيجو وين وين الله جهلا سادة هذه مجتمعه وضعت كاس عضة وحد بقى الله جهيز كصوت رأي أيهين عاون يتهاجر يا واق قيس ولا بضد مصاص عليا وصوت تربيين يا طب إن هل كاسو كذا صوت رأى ضد مؤمنه وناسن أو صوت هو بري قيس كاسي أي برسيد كصوت رأيا هل كبرسيد أكثر فرم سك أكثر ميسا وقيس كم وهناك هناك واحد جرى أمور أهمها جرى عديدة تربضا أو تتصل لحريدة بسلامة الأسرة إن قويسك ونبض قلو بربر كان نبض قلو يخلاف عراض يدب يوستقراري حين ودقنا ذو حسلونا ذو قويسك أو سنة بدقل أكوة ذو نوراضو يغفل وي إلو سيهين عنها أكذا أهمها نبدقل يدى قويسك كتاقن يهي كثير من فربضا باو إلو سن أو من الصالحين أددك وناكستان أهرق أكمدا يو الصالحاتي دمر كمناكسن كمذا أو من الآباء آبياش يقول أمهاته هو يوينك رجه هو يو رج أبوها أو مناكسن يهو يوينك مناكسن أيه إن بدل اللي وصل أو أنقذك من
ولا بد وانا لا قوم مارمان ان تعالج الا دويو هذه الامور ارمهاسي بصراحه بريره سعدان سانغر سودهين صراحه ودير كلا قاد وصدق سدب اه سرق ما ها ان دوسه لا صلاحه اما دوسه لا دل لغوت كي لا ضيو اي وا ان سدب او رن لو دويو وموضوعيه موضوعيه سي موضوعي موضوع وا ما هي واسي يعني كوبن واسي كوب وا لوجا جيدا ارينتا خلاف كا اه سي غارو موضوع خلاف كو تاغين هي ان لا دويو ما هي وا لا اسكو قاد حرليه فرلا أرنت موضوع عن خلاف كتشو كلك إن سعد أو أن قبش لهين أو أن قرصود لهين إسلام أركا هم أو أن هدود لهين إسلام أركا أن مارتي فافين يفوقين هين بوقت موضوع أون لطابت إلا دوين ومن هذه الأمور أرماء واحد كمدا الخلاف مرن كسور رح قرأ بين الأبوين لبضى أبو وأبه هو باب التغليب وأبه مارتي لتثنيه اثنين في كثير من الأحيان إن بدن أو وقت يدا كمدا يتصرف واحد رقمان الوالدان إلا بدا واحد علي تصرفات بيقول رقمان يعني رقمه يتلابون بقادني أرمو ظنا منهما يقعوا ملايين يوام ملاح قود كيمت أنا الأطفال إن عرورته لا يفهمون أني قرنين وحن أي شيء جيان ولا يدركون إن أني قرنين إن أني فهمين وأني قرنين أما هذا الله كاقي راهدان أما في علبها كواك سميان وهلقى يا بعدين أوه يستان عروت يريان وحن فهم سنين مركات تقول دوا قالت بولي هاي وح بدن بيفهم يعني عروت يريان وهذا عرنت على خطا وقلط وقف كبير آدوين مركي أوك هايستان دتك هو عروت يريان أحب جرنين وأي واحد دونا كواك قرنا يان وقف وين بولي وقلط فضفل المها ير لا يتكلم ما حظه أورن ما يوحن وقلط يسكداي وارد كورن ما يو inaanu ku oranin ba laga yaaba mid mid ka dhirran mooyaan walakin uu yifhamu fahmaya kathiran in farabadan wax badan uu ka fahmaya mimma yuqal waxan lagu hadlayo yaa ama ku sheegaysan ama iswaydaarsan wax badan uu ka garanaya laakiin aanu ku jawaabin ba laga yaaba way turku uu ka taga dalika arintaas waxa kaga tagta waxa uu fahmaya fi nafsi naftisa a'maqa al-athar raadadka ugu xeesha dheer ee qalbigiisa aad u gala ay kaga tagta arimaas raadad aad u xeeleer oo saameyn weyn ku yeesha ay kaga tagayaan ilmaha yar lidalika saada raadad la yajuz ma banana an ya'lama ma wa banana in an ya'lama in ogaadaan al awlaadu ahurtu bi shay wa in ka ogaadaan wuxuun min al khilaafi muranka is afkaran waaga bayn al abawayn labada abaw dhaxay hooyada iyo aba in ogaadaan ba ma habloy ma wa banana in ogaadaan yaani ma wa in looma baahnaa in ogaadaan way macnaheed ina ogaani baa yani mahma kaana int mahma inkasta ka mahma inkasta kaana ha ahaado sinu ha awlaay awlaad aruut haddaadood intay doontaba ha leekaato ama ha yaraadaan ama ha roonaadaan ama ha weynaadaan inay meesha ba inay ogaadaan ba ma habu leey gabigido in al hayata nolosha azwajiyata ee haasq mahma inkasta oo kaanat ay tahay naajihatan mid lagu guuleystay wasaciidatan raaxo leh oo si fiican loo nool yahay laa buda waxa hadana lagama maarmaana an yakuuna inuu yahay fiha nolosha dhaxdeeda shay uu wax inuu jiro min al khilaafi isafkaran waa iyo kala duwanaan iyo kala aragti inay jimaado waa lagama maarmaan buu leeyahay maxay ku dhacaysaa laana uquula garaadada dadka iyo aqligoodu laysad waahidatan aqliyadu isku mid maaha oo isku waxba uma fahmaan meel uu wax ka wada arkaan sino xumo wada gartaan wakadalka amzijatu wax ayaguna islaas oo kale oo kala duwan dabeecadaha wakadalka saas oo kale alamzijatu dabeecadaha dadkuna laysad waahidatan mid isku mid maaha iyana way kala duwan tahay wadaal khilaafu khilaafkan yajib waxa waajib ah dhaxyaala wadaal khilaafu khilaafkan u dhaxay aabaha iyo hooyada yajib waxa waajib an yuhalla in la furfuro in la furdaamiyo in la dhameeyo bi suraati si dhaqsa in loo dhameeyo xal laga gaaro وإذا كان لا بد حتى يتهلق ممارمان من مناقشة أسباب الخلاف إن لقد ضوضه وحل إسكو ويديو سواها خلاف كدليي إن أباها يهو يدو قد ضوضان حتى لقد مارموايو فلتناقش هل لقد ضوضه هل لقد ضوضه بهدوء سيء حسلوني أه وانا عرى لحين
oo deganaana hudu in deganaan iyo aan arag ku jira ama aan codka kor loo qaadin ama aan cunfi ahayn baciidan can il awlaad caruurtana ha ka fogaado halkaa lagaga doodayaa iyo hadalkaasi caruurta ha ka fogaado hadal xasiloon oo aan carar ahayn oon qayliyo buuq lahayn ha ahaada buu leeyahay aada bay u adag tahay in maaragtay sidaa la doonayo looga soo baxo mastataaca intay awood u helaan azawjaan labada isqaba ilaa dalika arrintaas sabiilan wada ay mariyaan intay wada u helayaan yacni ay ku dhammayn karaan si degan isla markaa aanay maqlaynin caruurtu intay wada u heli karaan arrintaa ee ku maarayn karaan kuna furdaamin karaan ha ku dadaalaan ha ku dadaalaan wamtinaacuhuma waa inay iska badaayaanba ay ka waantoomaan imtinaacuhuma waa inay iska daayaan aabihii hooyadu cala almunaaqashata inay ka doodaan khilaafka oo ay sababtan waxa ku dhacday isweydiiyaanba amaama alawlaad ubadka hortiisa inay kaga doodaanba ha iska daayaan gebigiisaba mar ay isku gaar yihiin iyo meel gooniya mooyaane meel ay joogaan yay kaga doodin wamtinaacuhuma dheh wamtinaacuhuma iska daynta iska daayaan aabaha iyo hooyadu cala almunaaqashati dood inay kasa galaan oo ay ku doodaan amaama alawlaad inay ubadka hortiisa ku doodaan inay iska daayaan yuxaqiqu wuxuu hirgeliyaa oo sameeyaa fawaa'ida buu dhaliyaa faa'iidooyin kaiira kahiiratan badan oo min ha ay ka mid tahay eeg inay aabaha iyo hooyadu yareeyaan ama iskaba dhowraan inay ku hordoodaan ama ay ku hormurmaan caruurta horteeda wuxuu hirgeliyaa oo rumeeya xaqiijiya xaqiijiya wuu rumeeya wey wuu xaqa ka dhigaa faa'iidooyin badan oo ay ka mid tahay kuwa soo socda minhaa faa'iidooyinka waxaa ka mid ah salaamatu nafsiyaati alatfaal inay nabad gasho caruurta naftooda iyo dareenkooda nafsiyaad marka la yidhaahdo waa dareenka naftooda ku jira eeyo garaadkooda iyo fikirkooda in ay nabad gasho kalsoonida ay ku qabaan aabaha iyo hooyadu walibqaaw inay ku baaqi ahaatay kusii jirto nafsiyaadkoodu calaa baraa'atiha mid iska beri ah asawiyati ee toosan berinimadii toosnayd oo aan colaad iyo cara iyo naxdin iyo murugo iyo fikir midna aanu ku beermine ay nafsiyaadkoodu beri ahaadaan beri ay ka beri ahaadaan dhibaatooyinka murugada leh ee carada leh ee nacaybka leh ee maaragtay caruurta soo gaari karta waxaa kale oo baqaau suurati atayibati waxa sii jiraya oo waaraya muuqaalka wanaagsan ee lilwaalidayni labada waalid ay ku leeyihiin fii nufuusihim ubadka naftooda iyo wadawaawu maxabatihima kalgacaylkooda joogta noqda u fiirso haddii khilaaf aanay ku arag caruurta aabaha iyo hooyada sawir wanaagsan ayay ka haysanayaan aabaha iyo hooyada oo naftooda ku jiraya iyo jacaylkoodu joogta noqda hadday iskhilaafaan nacayb baa soo gelaya cadaa soo gelaysa naxdin baa imanaysa wax badan oo kalaa soo dhex gelaya laakiin haddii ay ilaaliyaan inay khilaafkooda aanay tusin caruurta hadday ku dadaalaan caruurta waxay ka haysanayaan sawir wanaagsan aabaha iyo hooyada wuxuu yidhi baqaau suurati sawirkiibaa naftooda ku sawirnaanaya adayibati sawirkii quruxda badnaa ee ayay lahaayeen lilwaalidayn aabihii hooyadu ay lahaayeen halkuu ku sawirnaanayo ka muuqanaya sawirkaasi fii nufuusihim caruurta naftoodu ku jiraya sawir wanaagsan baa qalbigooda gelaya ay aabahoodiiooda ka haystaan inay dad wanaagsan yihiin inay waalidiin inay xirmaayaan iyo wadawaa maxabatihima kalgacaylka u hayaan oo joogto noqda oo aanay maraba nicin aabahoodii hooyadood maadaama aanay ku arkayn iskhilaaf iyo ishaysi iyo muran dhexdooda yaal dabeedna haddii khilaaf soo galo waa inay ka ilaaliyaan hadday ka doodaan khilaafka ay doonay ka doodaanna meel gooni ah oo caruurtu aanay xataa codkooda maqlayn ay kaga doodaan baa la leeyahay saa u qiimaha badan marka culimaau nafsi iyo tarbiya ay eegeen saasa ugu wanaagsan bay tahay almusaacadatu almusaacadatu wuxuu taageeraa khilaafkoodu ay qarsadaan wuxuu taageero u noqdaa calaa surcati xalli lmushkilaat in dhibaatada dhextaala ay furdaamiyaan si dhexta ah oo siduu caawinaya waxay soo nintana caruurtiidun ogaan arrintiisa dhammaysta ilaa ma doona caruurtiin ogaadaan soo ma muxuu markaa ka caawinaya in mid walba hore u tanaasulo isu tanaasulaanoo ay dhaha caruurta taanayna fahmin arrinteena dhamaysano almusaacadatu wuxuu ka taageerayaa qarinta caruurta ay ka qarinayaan calaa surcati xalli lmushkilaat in loo degdego in labadooda u degdegaan inay furdaamiyaan oy maareeyaan mushkiladii dhex yaallay oy hore u dhammeeyaan walwusuuli inay gaadhaan ilaa xallin xal murdin labadoodaba raalli geliya bacda an yahdaa markuu dego
كل منهما مدو مرا لبدو لك مركو دغو مركو دغو ما لوغتا ماركا عرضو كبادو ان يسو يمادان ورها وخي دانتا يالين دالها قاد وخي دانتا يالين دوخ وقاد دبيشا قاده ما عرفت اسد امينو انت عرضو ان فهمين اي اورانيان مركا ارينتا ايغو اي دوني خيسينيان ان عرضو وحان اوغان لان كل منهما لبدو مد وليبا اذا اراد مركو دونيو لبدو مد وليبا حدو دونيو الله يعلم ان انو اوغان شجارهما شجارهما مرنكودا إنه أغان مورا كودا حد قف كلي هذا الله ودامي دولي بس هادونيو يسارع وحقودك دقيا إلى إخفاء الموضوع أرن كان إنه غريه هرت أرن كان خلافك تهجي هاي يا خلافك اللفتي سبا إنه أرن كان خلافك أبا إنه غريه أرن كان خلافك أبا إنه غريه يوحل اسمه خلافسين اللي نعدو قاتم الدونيين واكو وخفض الصوت عدكي سميد ولي من هوس بودقيا لابدودي اللي لما قلب ما بدونيين حتى لا يسمع أحد سيان أمقل قفنا الكلام هذا الكود عن أمقل عندنا ومش شيء يعني عطنا خور مقاضيان اللي مدوني يا ميلو قال يجيب يسمي عروت هذي لو قال أنا مدوني عد كان يلو قال أنا مدوني تعزب حب كل فيس أنا سيد أختار إنتو دكان وقعدان تبعنا حل أي قعدان ثلاثة كسر قطب كسر تعود حوي يا لقاه الله يا إن إدراك الأبوي هذي اللي بدأ أبو قعدان وأي قرطان يعني هذه أجادان هذه الحقيقة تعرفين ترنتاء وأمرت إن أي أريمه ذي يقول سكر ما يستان عندنا أنا أجان يجيب واحد واجبة أن يبدأ إنه بلاو مبكرا أن يبدأ إنه بلاو مو أريتني بلاو أنتو مبكرا قهرة قبل أن يرزق أنت هلا بس يبا الأولاد عهربا أنت هنا أسبوع تلين أنا عروبة أنا يرى إني أنت كنت توبرتان بوناسن أوفرزو إني أقولان أنت هنا عروت الآن أين حل كي يقولان أن خلاف كودنا عند مقال عندنا أسبوع من أيها وناسن أنت هنا عروت الآن وأنت هكون رجع خصي توبرتان أو كده وضان أو جو أمك قاتان أو أي كده كتان أي أساس أما وينو كده دونا أي كهلان إن أنا أريمه هو ده بعد السورة حقيقة إنه يوقف لما يستان. إنت أنا عرفت برضه أنا سي وقاعد أبى إسبوع سيدين أرونا أنا دلنا إنه كتبه برتان مارتي خديك تانا مارتي سرعوا ياله يعني ده مو ياله. أما من كان يعلنه قفك مد أموتية أو شيء خلافه وخلاف كيسة مع زوجتي منك يعني سجيس حاسس هو حكت الحياة كهر شيء أمام الأولاد عرفت هرتي ده كل شيء فليأخذ حقاته ورت الدرس عشر حقاته من الماضي وحي هرئة تجي هي خلاف كي هرئة عروته وقاين ترين عشر هون وقدموا لين إلا لواي ما يضط بضم بأساسه تدكي سداء أها يعني إنه كم الناي لقد كانوا إنه قرن الناي وخلاف كي عروته وقاتاي تدكي سداء أها عشر حقاته بل وحي هرئة عشر هون وقدموا وحي هرئة عشر هون وقدموا ومحي مركز سمعين يعني ليغير سيء بدل إمكا نهجه ودادي ومري شري إيه دقن كي وكدق ما ودادي وقادي شري إيه عروته وكو وقيسين شري خلاف فيما بقي انت هرني هكبدلو من عمر الحياة انت كهرني نروشة وقتك نروشة الزوجية حاسن مدى انت ضمبئة غير كيسة اي سي وضع نوران ايان هبدل النظام كهر ويخف هكبغض من الله الهنا هكبغضو في نفسي نفسي زلها كغبض ونفسي زا يا ربنا وزوجتي قبل وزوجي حاسس إن لها كغبض وريو ربنا وأولادي عرضوا إن لها كغبض ويانا يو ربنا وخلاف قاسي عندنا دنو ما هي نفسي سنة دنو ما ها حاسس سنة دنو ما ها وبد كيس سنة دنو ما ها هيسك ده يقولي وترى أذوق ما بدن أربعة إننا إنغو نودي واحد ربنا عصابنا واحد ربنا دري مدينة واجسامنا شركين واحد ربنا ونحرقها تركيا نيت درين كني وين جمينا مرك عرض قبل طويل جمت عشرة ونحطم واحد نبربرين هنا يجنا دقن كودي بابين هنا هي مورال كودي هي معنويات كودي هي درين كودي بقى أولادنا أوبت كني هذا نخلاف لنا هرتوا ده خش يجمع أما خلاف جزيز أبط ونعقد واحد نأتكين هنا وأنا كده جينا مد أبك وقلف حامل كرن الحياة هنا نرشيني أزوجتي أحاس كهينا تعقيدا أتكين يجنتن شديدا أذك وح الله فرفوري الله فرطامي كريم كده جينا مكان نقولش عنو قال إنسان الله جنتن وآله فرفوري كريم وعكرن
وأن يعني أنكشيد كعم دالس أو يعني أنا قف كوترين وأنا أترينين وإذا ما تشنين وإذا هذا نكل تجي وسلسلين تلو كريدة أو ما كوترين ماي يترين ماي وإذا تشن ماي كاتك ماي هيك إسكت دوبن أنا نقول إيش هذا مركان ندم كي هديان مارتي دستم دامسون لو ودين بولي عندما نخالف هذين وكل هذين وكبايدون هذه الحقيقة أرنتم أن كورنا من ضبطها يعني رونت هذين وكل إحنا طريق اللوغ اللي حلوه طريقه دك بلوده با تكيري قد تخدو زوجته وحبا لغا يابين قلدنت خاصك اما نينك خاصكيس حدا ان كبير قف وينك شا لغا يابا قف علوس وين لكن ليس يدو قف كاغا شيء ما اها من مصلحه زوجي نينك غبر دا قلدنت قبا دنتي سو كما جرتو ان يوجهها ان يوجهها انو جيديو اليها يدا كلاما هذا شديدا ادق انو جيديو وهذا ادق كوني راهلو خلط كسامي سيدرتين داني وقوم اشير تبولي ولا أن يعاتبها إنو عناتنا دانتو معها ولا ويبوخ ويبوخ ويبوخها ويبوخها توبيخ توبيخ وعنات عنات يبوخها يعاتبها ويسكمدون وعطف التفسير الله يقرأ السرح يويا ويبوخها إنو عنانتو وهروفو وهيانا ديو وهجر داميو حبض اللي موجود ذلك أنت أصبح وي يجب واجبه ذلك أنت يجب واجب أمام أولادها صح أمام أولادها يضع عروت هذه هرت شوغان إنه عنان إيه هجر دامي عاد تقولين وصم أيوه فائدة وجمشر تأذكر إيه سنة منه هذا طول رعاية لما سألني qaas maxay u dhacaan baal lama yaraba la maxay ku samaataa baal yaraba la yaraatay inuu hagaajinaa marka anaanta uu u jeediyay iyagoo maqlay isaga faa'iido ma gabadhana faa'iido ma ardana faa'iido ma oo wada khasaare baa leeyahay waxa faa'iido ku soo baxay mise dalika arintaasi inaana iyaduna ku hor anaaninin ayaa yajib waajib an yakuun inuu noqdo mowqifu zawjati aydan go'aanka gabadhu qaadanayso waa saaso kale oo haday ninka wax ku aragtay qalada إن أنا أقول شيء إن أردت هرتي هذا أنا وياه، وأيسك قارو بشرت هذا التلمامش. ذلك أنت أصبح وياي لأن من سنة الله إلهي سنة إلهي ودد إلهي أمري وحكم ذا أو أبوري في خلقه تسد أبوري يودد أبوري وحكم ذا أن الإنسان قفه يكون وح نقضا ميالا ميالا من اللحظة. oo dhinaca saara oo u heeliya ma aman yabduu qofka u muuqdo iska rabtaaga annahu madlumun in la dulmayo oo laga gardaran yahay daciifun uu taag daran yahay oo aan waxba iska calin karin qofka loo arko ee bini aadamku dabeecad ahaan u heeliyaan oo iska rabtaagan fasayqifu istaagi doonaan alawlaadu caruurtu ilaa janibi ma yaxsabuunahu waxay iska rabtaagi dhinaca waxay istaagi doonaan qofkay u malaynayaan مظلوما إن لقى قدرني هاي أو من الأبوين لبضع أباء هذا إيش قبطان قف كي أركان عروت إن لقى قدرني هاي أي قدر في سيستاجيا أو أي كسب أكتر ثانيا أو أي تاجريا وأبو بن آدم سنة إلى هوا أبو بن آدم كان هذي أركان قف الله الظلم يقول لقى قدرني هاي إن أنت بدن إسقرب تاجان كا أركان لقى قدرني أو تاجرا هذي أبي هو يوسف قبطان وعروتنا مغليان ويلا صفانيان يعني عد أيسليهين ولا يقدرني هاي عد يخلع أراضي وقاضي بيلين وكذا الظالم هو أركيان وعندما يرى مكي أركان الأولاد عروت على سبيل المثال وعن مثلا ست صلابة نص وقاضين أبولي هذي عروت وأركان أمهم هو يدود تقابر إن كلا كل ما يصب بالعنف أريك وشدة يقلف سنان ينحر يضرب إنك جاي من يسوع كلا كل ما يسوع من أبيهم عروتني أبهود إني هو يدود أبهود كلا كل ما يسوع أذك يقلب ثانية نحرس ترى يميلون واحد أقول له حنا يسكر بتاعي يعني إليها هو يدود يسكر بتاعي مركا وأنا ورده كان هو ضالين سنتين فتوه كله وأنا مركا ويسكر بتاعي أما هو الله أنا بيا هو الله دني وده كان هو ضالين وأنا أبغى أنكسر قدرني ويغمرونها واحد كبو حنا يعني سنتين مركا بحنان نحرس
أويو عين كان قد باتنتهاي والأويان أساس كتبه يان يجب أن حريصان يا مركان هذا هو كان طول ما يوم تعويضا يقول كتاجرية عما لقط وحنا يلا كلن كذبتا ومرك يجب الأويان وأنا أكبر حريصان يا يجب مركا كت سكوك دامي وأنا فوق قال لي هذا هو عن قاضو أوه يجي سوي سكدي جيان لأن يدي يروح يسكون دوم يا عروتي إذنه هو لقونا يا متجارة وظالم هو كذبون بأركيان مركا هذا هذا سحني يا مركا قاربا هذا يقو أركان إنه هو يلقي الدنيا عما لقط وحن أي لقى لنتي أبيها كلا كلنتي أي نحرس أي أمه تشني أنسى أو كبان عرضني عيل كان يدي بتنعيسه وعندما يعيشون مركا يكون نورهن عروتو هذا المشهد وقال كا يا ركتدا المؤلمة يا حنون كبدن هيو لو قدل ما يسوى أركان المؤثر يا سامين تحنكو يا لنا ولا يستطيعون وأني كرين أن يردوا إن هذا لو عليان على أبيهم أبوهم إن هذا لو عليان أما عنانتان أما أبا عنق هذا المكران إسنوا وارد هاي مركز منيان إن الدالم هنا وأركيان هو يدنا الظلم هنا وأركيان كما نتواب كرام او ما حلينا اباه يوه يدا كلا عذاب افكان كلا هيابولو وكو ادغت لبد ميد ولبا ان مارس اي وحي لاهان ما هي سمينه لكن يكرهونه هو ان عيان اباه ولد من قاده من اعماق قلبه هوسه كان عيان اباه عقدت بي او قاديان هرن اوغ بخميس يرانته وها كو غلا ويحقدون عليه حقد نعيب ادو ادو غامري ايو قاديان اودي مركان ولا يكون أرن ذلك أرن تسمعها في مصلحة أذى قد لو جمعت تنو بتكيس العلومان هو أركان إنه خطه من أيه كنا تعدي هو يدود وآنون حارس الحين هنا هو أركان عهورته هو اللي يكبر بقى أي سوق عطان أذى قد لو جمعت لو ضبط إنه خطه عيه ولا مصلحة الأسرة أسرة قيس أورن أباه أيه هو يدي عهورته لما تود تاني جمعت له يوش على هذا خطه هو بقى كمان يسمع بولين ستة هذا ما دلت عليه أنت عز وواحد كلمانتي شيء عليه شيء قا وواحد شيء الخبرة وأرجعني ما ضغلا كلا دخلي بس هذا شيء قيسه مركل التجربي ضدك مركل وين أدي بلو ورئيستي وعلم نفسك وأكله يعني هو ورئيستان وواحد هذه شر باران يعني المهم يرانته في حكومة مري تبعنا واحد صوص باران عقدة قفقو وقبو وحتى أنا لقي سعر كريم ويسقون أنا لقي سعر كريم وحتى ملك هي منه أنا وقرينا مركل دم اللوغان يو dibaatooyinka marka hore waalid ka soo raxbaxay leeyeen in ay ilmaan waxa taa isuu iska saaray ku alsanayso wa hada ma intahad arintaas waa arintay ku dhameystirantay ilaa arinta tajribada culimada nafs dadkan cilmi nafsiga ka shaqeeya waa aragnimadoodu iyo tijaabooyinka ay qaadeen iyo cilmi baaris ay sameeyeen waxa ku soo dhamaatay oo ku soo ururtay in colaad caruurtu ay ka qaadayaan iyo naciib xeer hadii aabahood uu ku hordilayo hooyadood oo ay warkaan hooyadood inay dulman tahay halka wa tarbiyad culimada tarbiyada ka shaqeysa ee dadka toosisa ee ubadka dhistaana taasi ugu aan ku gaarinayadana raadadu waxa kaga tagaysa bay leeyihiin halkoodu dheeraan doono oo maalta arudaas culad iyo didmo ay qaadayaan odigaasna xaris buu lahayn maayaan fayda arada haduu doono ahaduhuma labada isqaba mid kamidhi أن يبوخ إنه عنانته على آخره ككله أو يعاتبه أما إنه وعد تقوليه أما إنه وهنجبه وأسلم توبيخ يعاتبه يعنانته إنه عنانته هذا ضمه إنه خروفه هذا دونه فليكون هالنقض ذلك عنانته وتشيدني في خلوة المال عدلاء واللي بده دوك كليه وأنا عرضت له تشوين هالنقض بيليه هذيك العرض هاد بيك قلت لي سه عرض بيك قاتيني سه معي بكبير مية wax aan qaadi karaan mana xallili karaan waxaan imi ka meeshiyaal iyo hal isku aananayo laakiin wax arkayaan tacad iyo dulmi uun bay arkayaan taasun bay guntayaan maskaxdu uma galeysaa fali la yasiru ila asmaa al awlad maqalkii dhigaha carurta yaanu gaani shay un waxba oo minhu kamida waxa canaanta ah wa idaa raaca hadu ilaaliyo ahadu zawjayn labada isqaba mid kamidhi shucuura saaxibihi saaxiibkiisa dareenkiisa haduu ilaaliyo oo dhibaatada u diido oo uu xumaanta u diido si wanaagsan la dhaqmo falam yubawxu oo aanu canaanan oo yucaatibu aanu huruufin amaama awlaadihima caruurtooda aanu ka hor canaananin wajaba waxa ku waajiba
على آخرك كله إلا إلى لي يستجنا أن يكون أي نقطة هذا أهين تاسي موضوع تقديره أهين أقيمي ويني هن نقطة أصدق أو كاسي وحرمي أما إنك هذا ما قبله إنه ككلنا وحرمي ساسو كله كلناكم أي لدون يا بولي وواجب ويجب حواجب في لحظة وقتي من لحظات الصفاء كم إذا حليا ذا نفط أي صافت هاي نفط ما كصافت وما هاي وما كان عرض كرين ما كان عرض كبحضو أي نفط صاف النقطه وقت كم إذا أي واحد واجب أن توضع إلى دقه يدل على كرين حال رسم عرضه فرفيو أي الله قصة ما يستحير بينها يوم واحد بين ندح أولين أنا حبيس جوهيسن حير أنا عندنا لو سميسن أنا سمين هلو أنا خلا بحنا حتى يدل عرض كرين أوقف الواحد اللي جوهيسن أي واحد واجب إليهن أن توضع إن لا سمايو أو لوهشيو وأبها إيهو يده كوهشيان أسس قضبو سردقة أو قندقة أو بينيس وچانو دحايا أبها إيهو يده أي كوهشيان أو أي محاك كوهشيان لمواجهة المشكلات إنه كغهر تغان دبا توين كدعا كغهر مدعا ساعة الانفعال ورقف فالعلين يدرين سمايني قف مرفع عليسين سوى حضر الله إيهو حان لاقي هاي مارك قار الله سيك ربنا لك وحلا وحيس لا أدعي سيد اللي وحل لها وانا قضى بقصة ميستان أي كوه شي سين لبدودو لباتو ينك هردو أفلقا يدها النقطة أدن حماها النقطة أرن حماها النقطة عرضو كينتو محايا كوه حلين لهاي وانا مر فورس سيسا ميستان بولي إيقون عليس نين هذي تاسي دعضو ساسا ينو بحيرا تاسي دعضو ساسا ينو بحيرا كل دبل واي ما يي عرب اللي بيستان بيستيدي وانت تشتان هاي لهان ساي ساسا ينو نظاما هسيسا ميستان بولي هدو اسكو حكومان الى دان تاسا ينو قتا لي انا ما انت تاتي لهذا ساسا ينو دون اي اينو سيدا اخر بحر لكن لو اون او حبكو يسيس اين اهدان وسا ينو قرغنا وابعنا والحير اليهن ابيه ويدقوني او قرص عضان كان يتفقا وين يكون هشيان مثلا على أمور أهرمه مثل واحد كاملة أن يتحمل إنه أدر قاطة كل المدوى اللي بساحبه وإن هذا هو كل الدبات اللي وإن ما إيه أن يسو أدر قاطة وإن أحر أو كالقفة هل هو أدر قاطة إلا أن هذا لك هذا مار ما إيه قضب قوانا قرطان مثل وإن قرطان الله يقابل أحدهما الانفعال بمثلي وإن أرقفك قوفنا كالهرتين انفعالك أما فعل علنت فعل انفعال باشرة فعل انفعال محلق إلى هذا فعل كوح واحد طبيسه ده تصاوله فتو شيء وفعل هدو شيء قتبه انفعال برا إلى وحي كده شيء ماشي مرقا قفك انفعال هدي انت نبات دعضه وقفك كفل عليه هدو فعل سمايه ومثلا وحبي قبل خريفتي منك هو قرحة هذا اللو اللي يمد انفعال برا لك محو درينك كده وحنا يا سمايه سدفتها المير بيدشي isna soo waxan ka daayo kano halkaanu isnaayeen aad u tubley waxyaabaha marka uu sameeyo inficaalka ah ee arintani keentay ayadu ku kaal ama uu qof bilaabo kulli sabab la aanay ma jirto sabab ayaan isma ka hore tan falcelin weeye falcelintaasi waa waxa laga sameeysto la ilaahada waa inaanu ka kalna tii oo kale ka marka shidan ay wax haduu min istaarmo inaanu tii kalna tii ka garab istaarinsna wana si dhigtaan ilaahan ka marka arad u haysa ka kalwaan uu qaboojiya أكو شيء شيء ما قرر وين حار لهذا يعني أن يعترف وأنه قرته ولا يكون شيء يعني المخطئ وقف قلدني بخطئه قف كيزه مرك وحدثك هشيز كف صور الوية وحنا وقف دور أنا قلدنا وهي أول لاب قبوتشن لكن هذا وقف ولا هذا هذا يعني قلدنا أس أتكيه كي كانوا يصير فجانية يا قلد كأركي يا كي كلا طوب سيات كثير قلد وأنا قلد كقلد دمي ويسوق يا كقلد دمي وأنا قرته ولا قلد كأنا جلائمه ولا يكابر ولا يسوينين وانو قلت كيسا مدحة كتاكين وانو مدحة دكتاه انو قلتمي وقاداه إلا إلهي وان قلتميني وفو قلتمي ياهي سيح الله هلده وانا تاسي دكتان اكد وانا قفك ما انتا قلت كتاكات ألا يدوم الخلاف وانا نسوي تشوغين ووارين خلافك إيه اسك هرماتك إيه مورانك بينهما دحة كتاحية كثير نبضا مدبض الخلاف وانو تاقنان وان الحالية ولا يجوز مبنانا أن يهجر إنه كم قناضه أحدهم الله ويسقى ومتك كمده على خارك كله أكثر إن كبدا من يوم وليلة حبيني ما لنا وحكا بضي يكم قنان وخلاف كاسي أنه سيتشوك وسلامة السلامة يسي مادان والهورت قد حمي الشيدي إن مارتي أريتم أنا لو أكرم قنان وأنا لو أكرم وتدد بن وأنا لو أكرم ددين إن كبدا حبيني مال أفلا تنسعوا الله يتكرر وأنا نصون نقن تاسر وارهن دباتلي سوسعوت العتاب عنان
في مسألة واحدة أرنكريا على سبيل الند إلا على سبيل الندرة مرئي لفمو يعني بس البري وحاطة طمس هذا هو سوق هذا هذا ما نضبع وهذه سهسمي هذا ما نكره ويقول يا حبض خلافه برد عضي وأنا لقوا على علنين يده ولا جس وجود بتحاس والله مين لكن هذه تيل الدبت هجنا ذو حركة أذكرنا يسر جزبة إلا على سبيل الندرة بلي مرئي لفمو يعني وأهرين مرتي ده قفك حاجتي أو كسب الكل وين ومركض ما هلو ولا غيابة لكن عاد أهم أهرين تم مر لجويه وأنا عانيت تدو أنا صورنا ونقول بلي مر كهل كهل كلها بطيل الله يضرب أحد وأنا نكذ عطس كذونين أحد من منهم ألا بدو ذكمدي من شخص آخر قف خلو وأنا ويران وأنا كعطس الله يضرب وأنا كعطس هو يديس أحد من منهم ألا بدو ذكمدي ولا بدو يسقى من شخص آخر قف كله أن يدخل بينه وأنا صقره أهرين تنا لا إياك وأنا مدينا مثل كور وأنا وران مثلا أما أباه وأنا يرى أما أوجى أما أذكر أما قف كله لا أبدا إن عند الصور حق السلام الله يسقى وإن كل شيء عندنا سوقي وياها إنه وهرتنا رمي صن وأكل بيني أغاني عرضوا إنه وقتنا لما وقلوا تين وكسوا لأن حتى عرضوا إنه وقت واري باتوي لا أهل أنت حكتي وأنا نسول حقين ولا أصدقاء ولا صديق صاحب وأنا نسول حقين ولا ولد إن المعي لأنه وأنا نسول حقين خوف لا شيء حكتي ده أبي هو يعتك له يصاحب لابد من ذا صاحبه يأبد كود حتى وأنا عرضوا سوقي وأنا يقول أهرتوا رميسان إن هذا الاتفاق هشيس كا أي سميسان سيد أحمرية ومالكورا أي سيد إغنيان لابد إسقابا الذي كاسو يحصن في عن أوليبها في عن أن يكون مكتوبة للقرو ما هي نفق الغيرة إنه قرنا هذا هدول سلو صابحه أيها ونكسن ولا ما هي نويالي حير كيبنات كقدبتي أنه كمان قدبين وهذا وانا لو قرنا قصدها حير كان لقري قد يكون له وحا أسقنانا وحا كيما هذا تاثير هذا بقول لي قرال كاي حير كاو قرال الله يسقى مفيد وحتر له وحبو ترى قرال كاس وواحد اللي تجابي ولا صوب عليه ومحو ترى يا في الحد هرت إنه يرايو وحكميو مو حكمي يا من الخلافات إسكهرمات الزوجية حاسك لحمرة هرت هو يرايا حير كني وقفل وحير كنو يا ليه وحقل أكرد شا مارت إنه حير كني دوقة كانوا دق دقة وخلاف كدوية لا سيما ولي واحد الله مديه مشرو إن كانت هناك هذه هل كاشرتو كوري قال أحيس هذه كاشرتو رغبة كالقعال هذه أي شعل هذه كاشرتو ما هي شعلين لبدو دبا في استمرار الحياة إن في كاشرتو نلشو ده المشتركة أي وداقيان بينهم هذه الحظة هذه اسكوك نعسيهين وننك إيان قبردو أمسين سيوضا نورادان وقوري قان سيد السنالة هذه دونيا وانا قوري قان كقنع خلافكم مركاو يرين كريا حيركين يا الله وقوف اللي بدن تماشا تاليه أيو إلى سنية ولنذكر هذا بقى إنه حسوسين إنه وإن صواق هذا حسوس أهان بهذه الأحاديث أحاديثاً الصحيحة الصحيحة المشهورة عن كلاوضي قال أحاديث أسوام حي قال صلى الله عليه وسلم رسول بحر لا تقضب هعروني نبالي دردارن هعرون بول أمو بضيبا أريق أسوك صواق هو حكمة هو نبي جوامع الكلم ونب يعني عرضوا سيا خمر غليره وأم الخبائث وحمانته يريد حمان أردن أي عرضنا لن نعطها إلى دباتو أردن أي كده عرض إيه تبنى كده دباتين كحون أردن عرض إيه كعب لا تغضبون وقال صلى الله عليه وسلم رسول كحر لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قفك إلهي رميسنا ما ننتقي يا مهر رميسنا فليقول خيرا وحوانا يسمها كو حضره أو ليصمت أما هستاء مصبا هذا الخير كو هالي وقال صلى الله عليه وسلم لا يفرك يانو عروني وآنو النعن مؤمن مؤمنة هي مؤمنة قبر مؤمنة أو قبو يا نعم وضن نعم جبي جدا ونقول تاسوا الله وح بركية فائدة لا يضحي مشرتو يا نور هذا ما هبل لي ما هي إلا إن كريها منها خلقا هذو الطبيعة هذا كان كنوع وهذا كان ونع أي لا يضحي رضي الله وكثر حال النقطة منها قبضا غيره هذا كان كامد أنا هاي وكثر حال النقطة وتاسوا حويان يعني قف ما الله قاتب على هاي مشرو وحوي قف أن فائدة بلا هين مشرو هذا ما يلقوه حتى ما يلقوه وصل ما يلقوه يكون ناسين تهون حاجة ما يكون هقرص عبولي حاجة ناس كحد تاو يلقوه حن تاي وإن عاون ناسين هقوض إن عاون ناس محل هذا يعني واحد ناقدين ننده هذا كمال الله صلى الله عليه وسلم وما أرته كمال الله هذا بده هطوط حمانة هذا ترسو كمال لقب حميس يعني في ربك هو هان ميس يقول لي إيه لهذا وين دس دسون لقوضهم إنتوا ناسين ولا قوضه
بتصرف بلي وحبالا جيرا بدلي حبالا جيرا بدلي محمد لطفي الصباغ نكر إلابا قري موضوعا مجلة الأسرة بوكو قري وحيرا ولا جبد بدلي والله على بسوا بالله التوفيق.